منور يا ريس المنصورة الجديدة. طبعا كلكم عرفتوا ان انا ابن من ابناء المنصورة، فانا بقول لكم يعني انا متشرف بوجودكم واهلا وسهلا بيكم في المنصورة الجديدة. الفيلم اللي اتذاع دلوقتي الحمد لله يعني اتقال بصوتي والانجازات باينة وواضحة، يعني مش هنتكلم تاني عن الانجازات لانها مالية مصر كلها، حاجات اتعملت في لمح البصر. يا ريس انا بنام بقوم بلاقي الدنيا متغيره، بروح مشوار ارجع الاقي الدنيا متغيره. والله انا بتكلم بجد، يعني انا من سكان حي المقطم. الله، انا من سكان حي المقطم. المقطم بقى حاجه تانية، ما بقاش حي، بقت مدينه، حاجه في منتهى الروعه. هديكم نبذه بسيطه عن حياتي بالنسبه لمدينه منصوره وعلاقتي بيها. انا اتولدت في المنصوره، حبيت الفن في المنصوره. الحقيقه بلد عظيمه جميله وناسها حلوين، حلوين طبعا يعني عينين ملونه وكده انتوا عارفين. رحت مراكز ثقافه واصول ثقافه ومدرسه المشاغبين كمسرحيه اتفرجت عليها من فرقه المنصوره المسرحيه قبل ما اشوفها في التلفزيون او على المسرح. كان ابن خالتي بياخدني نروح نتفرج على العروض ونستمتع بيها. قالت الدرامز اللي انا بحبها واللي احترفتها في وقت من الاوقات حبيتها من المنصوره، لان كان ابناء المنصوره كانوا بيعملوا فرق بيغنوا اغاني انجليزي وفرنساوي وطلياني ويوناني. بلد جميله وعظيمه. جيت هنا من سنتين ونص علشان اعمل الاعلان اللي شفتوه عن المنصوره الجديده. ما كانش فيه الكلام ده، انا ما اعرفش الكلام ده حصل امتى بصراحه. بجد شيء مبهر والله، يعني العالم كله كان بيقابل تحديات وعمال يجاهد ويعمل، احنا هنا كنا في الوقت ده بنعمل انجازات واضحه. اللي مش مصدق مع نفسه بقى ملناش دعوه احنا، انما ده اللي بيحصل فعلا. البلد كلها اتغيرت، الجمهوريه جديده فعلا. انا مش عايز اطول، المنصوره خرج منها ناس عمالقه، سيده فاتن حمامه، استاذ رشدي اباظه، الكاتب الكبير انيس منصور، الفنان العظيم شريف منير. يعني بص مش قادر اقول لكم حاجه عظيمه 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 والله. كل ده حصل بالاراده المصريه، الاراده المصريه بجد. وسياده الرئيس قالها وانا ما بنساش كلمه قالها لاني متابع طول الوقت، قال عايزكم تبقوا كده. احنا لو بقينا كده وبنشتغل وعندنا ضمير صاحي كله هيمشي، اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه القطر ماشي، احنا مش هنقف، الدنيا ماشية. في الحقيقة انا في دماغي كلام كتير عايز اقوله بس مش عايز اطول عليكم. انا سعدت جدا بلقائكم وبشكرك يا ريس على كل الانجازات اللي حصلت والله من قلبي، وبدعي لك وحياة ربنا. استاذ شريف انت من المنصوره مش كده؟ انا من المنصوره اهو. حاجه عظيمه جدا. احنا اللي سعداء بيك. شكرا. ربنا يخلي سيادتك يا فندم. شكرا. وبشكركم واهلا بيكم في بلدكم المنصوره الجديده، وتحيا مصر.